تحية مسائية على كل مستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ. مرحبا. مرحبا لله. مساء النور. اليوم أستاذ غادي تزيد توضح لنا يعني حول محلال البنية يعني اللي كنت طرقتي لها من قبل في مواضيعنا من خلال برنامج بكل وضوح، ولكن اليوم نبغيو نعرفوا معك أكثر يعني شنو هي المؤشرات اللي كتبين واش حنا أمام فوضى ولا أمام رفض النظم والتنظيم ولا فعلا أمام ضمحلال البنية الفكرية. وبغيناك تزيد توضح لنا أكثر يعني شنو هي ضمحلال البنية الفكرية وعلاش يعني في مجتمعاتنا العربية كنلقاو للأسف يعني صعوبة كبيرة يعني في تأطير الشأن الإنساني ولا الاجتماعي ولا حتى العلاقات اللي كتجمعنا مع بعض، لا سواء الإنسانية ولا الاجتماعية ولا الأسرية ولا حتى المجتمعية. هو ما كاين مخطر من الإفراط في الثقة في النفس والإفراط في أن الإنسان يكون واثق في قدراته، هذا واحد شيء خطير. هو يكون الإنسان واثق في العبقرية الجماعية، واثق في الذكاء بشكل جماعي تشاركي، والمعلوم بأنه اللي بغي يعرف الإنسان أنه عنده نظم تشاركية ونظم فيها العبقرية المتعددة الأنماط هو النقد. قداش كتقبل النقد وقداش كتصرف مال باش تجيب الناقد، ماشي كتقبلوا انه يتقال عليك هكا فواحد الفيديو تنزل في يوتيوب ولا لا، هو تتخلص كتقول انا كنبغي شي واحد ينتقدني. شكون القدره؟ اينشتاين كانت عنده واحد المقوله هائله كيقول في تعريفه للذكاء، لو مونتال انتويتيف ايت ان دون، لو مونتال راسيونيل ايت ان سيرفيتور فيدل. شنو هو لو مونتال انتويتيف؟ لي شيرشور في هارفارد تيعرفوا لانتيليجونس انتويتيف كوم اون فورم دانتيليجونس كي في ان ديباسمون دو فيتيس. سيت اون فورم دانتيليجونس كي نو سانسترام با لو فورماليزم، كي نو سانسترام با لي كود اي لي كانون تيل كو بروديغي بار ليكول راسيونيل. لاحظتوا هاد الناس هادو اللي عطاو هاد الزريعه د اينشتاين واللي محافظين على الزريعه د اينشتاين واللي عندهم الاينشتاينات، دابا ما عندهمش واحد ولا جوج، راه عندهم الالاف ديال اينشتاين، هو تيقبلوا الاختلاف غير بعدا في النمط الفكري. هما تيقبلوا الراسيونيل وتيقبلوا الانتويتيف، وحاليا دابا كاين دراسات متعمقه جدا في الانتليجنس انتويتيف. إذن احنا كمجتمع شنو اللي عطى هاد الصعوبة هادي؟ هو انه في تعاملنا مع اي ظاهرة في المجتمع، المواطن المغربي لا يحترم قانون السير، المواطن المغربي ملي كيمرض ما كيحترمش مثلا ياخذ دواء فوقتو او لما كيمشيش يزور طبيب او إذن اذا خدينا المثال ديال المواطن المغربي ما كياخذش دواء فوقتو او لما ما كيعتنيش بصحته، وشينا سولنا الناس ديال الصحه اطباء وصيادله تلقى اغلب الاجوبه، وانا راه طرحت الاسئله عليهم كلهم كيتكلموا على ديسيبلين اي مونك دو ديسيبلين. اغلبيتهم تيقول لك لو سيتويا ماروكان المواطن المغربي ني با ديسيبليني. انا بطبعي اتاني الله احدى اللعنات المقدسه اللي هي الذكاء، هي لعنة مقدسة أن يحشرك الله بين صنف لا يفهم في صنفك شيئا. والحمد لله عليك سيدي ربي، الله واخا تحطنا في الثلث الخالي الحمد لله سيدي ربي. ما كنكتفيش أنا بالشرح،
ما تنتقبلش الشرح الأحادي الجانب. كان عارف أن الإنسان موضوع فيه أسرار، أن الإنسان عنده تركيبة هائلة، أن الإنسان تيقول في حق الأسرار رفعنا بني أدم، فضلنا بني أدم عن كثير ممن خلقنا تفضيلة. كيفاش أن الإنسان في قمة ديال 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 الهرم ديال التفضيل ديال المخلوقات وغادي نكتفيو بشرح واحد أنه مونك ديسيبلين. فمشيت وبقيت كان نعصر في هذاك الدميغ. قلت لها جي يا دميغي ما عندي ما نعصر غيرك، ما كو عطاوني نعصر بنادم. نخرج منه الخير طبيعة الحال، ولكن ما يشوف خيره حتى يشوف حاجاكم الاخرى الاخرى. رما قلتش الخراءة، قلت الاخرى. نصحوا دابا حتى الالف واللام والهمزة الاخرى. فهنا خاص الانسان يوعى بان التركيبة ديالو في تعامله داخل المجتمع كيكون فيه ما هو فكري، ما هو سلوكي، ما هو مؤسساتي، ما هو ضمحلال فكري. فما هو فكري؟ هو الإنسان واش ملي كتكون عنده فكرة حاضرة في باله، هذيك الفكرة شكون اللي غيذكرو يجددها غدا ويجددها بعد غدا؟ واش جائزة؟ واش خوف أو لا ذكاء؟ أغلبية النظم كنذكروا أطفالنا وفي المدرسة والطلبة ديالنا والعمال ديالنا كنعطيهم لو سيستيم دي ريكومبونس اللي كيشتغل به ليبوكومب، واحد الجهاز في 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 العقل ديالو، أو لا كنخوفوه إلا جيتي معطل وشداتك لا بوانتوز معطل نقصوا لك الصالير. دائما عندنا يا إما الجائزة يا إما التخويف. اما شي نظام اللي يخلي جائزه والتخويف يبقاو ونطلعوا المستوى ديال الذكاء، هادو هما الشركات بحال جوجل بحال مايكروسوفت بحال فيسبوك، هاد الشركات العظمى اللي ربحات بالذكاء فقط. واش نشوفوا واش كيخدموا بالبوينتوز، واش شي واحد كيخاصم على شي واحد في الشركه لا بغى يخرج من المختبر وشي لا بيسي. سيروا شوفوا واش يقدر يلبس الشورت ويجي به. سيروا شو اذا هاد الناس هادو اللي تجاوزوا الفورماليزم فاتوه بزاف. سبحان الله هما الاولين في العالم، واللي باقين في الفورماليزم هما الاخرين في العالم. ولكن واخا هو الاخر في العالم متشبت بالنظام ديالو ومتشبت بالثقه النفس ديالو، لا خصني السلوك، خص النمله تمشي فوق مع النمله والدبانه مع الدبانه وتمشيو في التروطوار وتحبسوا في الضوء الاحمر. وشركات بحال هادو يمكن لك تجي معطل، ويمكن لك تخدم الحد، يمكن لك تخدم السبت، يمكن لك تخدم بالليل، يمكن لك تمرض وما تجيش. تخيل لدرجه انه لا مرضتي كيصيفطوا لك الطبيب للدار، ما يخليكش تمشي تاعي عند الطبيب، يجي عندك الطبيب للدار. ثم عندنا واحد البنيه اخرى سلوكيه نيفو كومبورتمونتال. هنا النيفو كومبورتمونتال هو ملي كيبدا واحد المواطن ياخذ مثلا واحد الدواء، واش شي واحد يشرح ليه المده الزمنيه الاوليه باش غيعطيك تحسين الوضعيه؟ مده. كاين شي ادويه اللي كيعطيك في البلاصه نتيجه، كاين اللي خصك تاخذه اسبوع بحال الادويه اللي كتعطى للمعده، كيخص على الاقل 4 الاسابيع لي غاسترو، كيعطيوه 4 الاسابيع ويقدر يزيد 8 الاسابيع. ولكن تيقول لك واش عندك اونيبي غاسيديتي الحموضه طالعه بزاف، ولا عندك حموضه منخفضه كيأثرها لك. فإلا مشى تقلب ولقى الحموضه طالعه تيقول لك غتبدل الطعام ديالك باش تهبط الحموضه. هذاك المواطن ملي كيسمع إيبيغاسيديتيك حموضة، اش كتعني الحموضة؟ اش كتعني؟ كتعني الذوق الحامض، كتعني الذوق المطيشة. ما عمرو غيفكر يربط ما بين كلمة حموضة والماء القاطع، لأن هو في الحقيقة راه سيدو لاسيديتي، إذا خصنا نجيو ليه من الماء القاطع. إذا عندك واحد السائل اللي كيخدم بحال الماء القاطع ماشي بحال الحموضة. حيت ملي كتقول المواطن ما عندوش المعرفه ديال السيمونتيك ديال ليكسيك سيانتيفيك ديال ليبيراسيديتي كترجمها ليه بالحموضه، كيفهم بانه الحموضه وهذيك الماده اللي كطلع ليه البلعوم
وكتبقى تحرق ليه في قرجوطو وتيعتبرها هي بحال الحامض وبحال المطيشه. اذا شنو خصنا هنا؟ خصنا اون فولغاريزاسيون، خصنا برامج وطنيه ديال لا فولغاريزاسيون سيونتيفيك باش ديرها بليماج. كدير برامج اللي فيهم رسوم ذكيه بتروح دي وكذا وكتجي وكتخلي الصوره تهضر. تخيل باش دير اون سكوند دانيماسيون خصك على الاقل ما بين 35 صوره حتى ل 45 صوره. ثانيه باش دير فيلم ديال 3 دقائق وهذا الفيلم دير منه 4 في الشهر، شحال خصك ديال الخدمه؟ شحال خصك ديال المنتوج؟ اذا انت ما درتيش كمجتمع تثقيف بالصوره اللي مشى لها المجتمع ودير لها انماط ما مشيتيش ليها وكتطلب منه هو يفهم لك الحموضه. بعطيك انا مثال الكاسترو وهو راه خصو يخترق مصطلح الحموضه ويطلع لاسيديتي. ثم عندنا واحد المستوى انستيتيسيونيل، المستوى الانستيتيسيونيل العالم العربي لا يفهموه الا في الاداره والسياسه، وهو اللي بغى يفهمه في حقيقته يمشي يقرا في فرانسوا توسكييس. اللي بغى يفهم لو نيفو انستيتيسيونيل في لي غولاسيون زومان يمشي يقرا في فرانسوا توسكييس. اشنو فيه؟ فيه لا بروجيكسيون دو سوا dans les dimensions de représentation en relation avec un jeu de rôle ou une incarnation pour mettre en œuvre une place, une fonction dans une dimension d'articulation en rapport avec une intelligence circonstancielle. C'est le vrai truc de la chine qu'il te allait là. C'est un ami. Le mot خاص بسيط انه l'intelligence institutionnelle ما تيحصل عليها الانسان الا ملي كياخذ وظيف. ها علاش العالم العربي واقف قدام البرلمانات ديال الشعوب ديالو وواقف قدام الوزارات ديالو كيطالب بالوظيف؟ لانه لانكونسيون ديالو في نفسه واعي استوعب بان راه لا صفه الا في الوظيف، وهي الصفه راه كاينه خارج الوظيف خارج العمل. العمل راه مديور للرزق، فين كاينه الصفه؟ كاينه في الذكاء، الذكاء اللي غادي يجي وكتعطي حله ديالو الخطاب وكتعطي عنعنه المحتوى وكتعطي واقعيه التلعيب لغرض حسن الظن ولغرض نغير الواقع. ملي مشينا حنا وتحطينا في واحد المجتمع اللي شركه جوجل وميكروسوفت مشاو فتحوا لي فونكسيون، ما بقاش واحد شاف السيرفيس كيجي كيبوانتي عباد الله، ما بقاش واحد شاف ديال ديك الرسميات جاو وجاو كيدخل عندك مثلا غوسوف زيمان كتريح معاه في الريفكتوار عادي تاكل حداه وتكلم لي على المشكل وانت كتاكل معاه. ما يقولش لك نمشيو لسال رينيو، داروا اوبن اوفيس. ملي كتمشي لسال رينيو كلشي كيسمع، كلشي كيتكلم. يمكن لك تنتقد واحد وهو راه خدام في البيسي حداك ما يسبكش. دابا بغيت تنتقد واحد خصك تسد الباب وتسد لسال رينيو وتهبط عند الاخر في ودنه وتقول ليه شتي راه المشكله جايه من كذا وكذا وانا راه ما كنممش انا راه بغيت غير. علاش ما نعطيوش لبعضياتنا مساحه فين ان تنتقد، فين ان تقول ما في رايك دون ما يتقرا انك انت فيك الحسد وانك انت فيك السم وانك انت تريد الخير لان المؤسسه فاتحه هذا المجال. ثم عاد غنوصلوا بنيه العورات والروعات. نحلوها بعد الفاصل. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجع مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 46 72 50 51 52. مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. غادي ناخذوا اول مكالمه معنا محمد من بني ملال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام بخير. مرحبا. بارك الله فيك استاذ، الله يجازيك بخير. مرحبا بك. استاذ بغيت واحد الاستفسار الله يحفظك. تفضل. مرحبا بك تفضل. عندي واحد الابن ديالي شد بعد شد البكالوريا. اييه. واش دار واحد الميزه مزيانه. ولكن دار واحد الاقسام تحضيريه. ويتبلوكا. والمهم ولا تيدير لي الامتحان واحد بحال واحد الفوبيا تقريبا هكذا. الله الله. وقبل استاذ امتحان بمتوسط تقريبا هكذا ولكن دوك وصلت الامتياز الصغر ديال الامتحانات رجع لي نفس المشكله عاوتاني. وشنو اللي جعلو يمشي للاقسام التحضيريه؟ واش فقط حيت كاين المعدل ولا حيت شي واحد شارع عليه ودار توجيه؟ وانا الاب ديالو اللي صرت عليه. وكنت صاحبي تعبر بعدا عرفتي لي كلاس بريبارا تقال. بالفعل. لي كلاس بريبارا ما عندهمش، راه عندهم عام القرايه. ما عندهم شي حاجه سميتها عطله ولا سميتها ما السبت والحد كيخدموه. هو راه 24 شهر سبرينت عرفتي مجبده
يعني خصك ماشي غير تعبر ولدك راه قاد عليها، راه خصك تشوف واش قاد عليها واش عنده النفس، حيت هي فيها لونديرونس. فهنا عف اخويا ما خصكش ربما تخليه محن، راه يقدر دوزو الفاك دو سيونس، راه عندكم تما بني من الفاك دو سيونس مخيره بالفعل سار مثالي، ولكن ما بقاش يقبل ما قبلش ليا بلافات، ما قبلش التكوين حتى ودي، راه كاين مسائل اخرى اللي ممكن تتبعها وتمشي فيها مرتاح مع راساتك، ولكن هو ولات هذو العقده ديال التفوق ولا التنيوز بالمساله هذه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاش نقدر نفيدك سيدي محمد؟ دوك هو بالنسبه لي دوك هو بحال سد عليا انا بالنسبه لي سد عليا بصفه نهائيه هكذا، ما كتبغي يهضر معايا حتى في التليفون. ويبغي يمشي يشوف شي استاذ ويذكر معاه يبغي؟ ماذا بيا ماذا بيا، هو دوك سد عليا بقى على اتصال مع هذه الام فقط، هو اللي مع اتصال فقط، اما انا سد عليا بصفه نهائيه. انا في رايي غير خليك انت خارج هذه العمليه، انا دابا هو نفسيته مدمره والشباب راه هذه هو الصعوبه عندهم، الشباب راه تيجري بجاجه في يده، ما كيفكرش ان الزجاجه راه تهرس. حنا شويه اللي كبر في السن تنجريو وتنحطوا الزجاجه في الدار باش تلا طحنا كنطيحوها حنا، هو اللي هو راه هاز النيه ديالو وقلبه والتصور ديالو كل شيء في يده، الا تعكل كيتعكل هو وديك الصوره الزجاج اللي هاز. يوم اللي تفرتت لي سير جماعه. انا هنا في رأي سيدي محمد غادي ناخذ الهاتف ديالك ونشوف لك بعض الاساتذه تما في بني ملال اللي تحاول تلقى بهم ولاقي ولدك بهم يقنعوه، لعل وعسى يعاودوا يزرعوا فيه شويه ديال الامل وشويه ديال التباس. مرحبا. وبالنسبه استاذ دابا مثلا الابن ديال محمد على اساس انه مثلا رافض انه حاليا يتواصل حتى مع الاب ديالو، واش راجع لانه مثلا هو اللي ضغط عليه كيف ما تكلمنا البارح في الحلقه، ولا لانه كان كيشوف يعني دائما قدام باه بانه صوره ديال داك الطالب الناجح اللي هو متميز دائما يعني كي راه الاحباب المغاربه تعودوا دابا الحمد لله اني معاهم 10 سنوات انه كان تابع الجمل الالفاظ. ملي كتقول للمراه ما تيقراش ليا ولدي، لا تيقرا ليا ولدي، انه ملي تنقولوا عندك ملك تيحفظك، ملك عندك ملك، واش هاد عندك ملك تمتلكه انت سيده، ام لذلك التعبير للتقريب والترغيب والتحبيب. فكل شخص ضيق العقل ملي غيقرا عندك ملك غيفهم بانه يمتلكه، وهو ما تتمتلك نفسك، نفسك ما ديالكش. فهذا هو النوع من 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 الجهل داخل المعرفه، يكون انسان من قاري يكون انسان عنده مستوى وتيصبح جاهل داخل المعرفه اللي كيلعب. فملي كنقولوا ولدي كل ليا، بنتي كولي ليا، ولدي قرا ليا، بنتي قري ليا، عندها واحد السن معين كنحبسه، عندها سن معين. انا اول حاجه كنحذف ولاد الناس ملي كيجيو عندي المكتب هو المرحاض ديالهم كي داير، تخيل دابا باش كنعرف عقليه الطفل وعقليه الرجل وعقلية المرأة، هو بعد ما تيدخل المرحاض كنمشيو نشوفوا المرحاض من وراه وكناخذوا الخبر. فكاين اللي كيخلي المرحاض في واحد الحالة نظيفة جدا، كاين اللي كيخليه نسبيا نظيف، كاين اللي كيخليه لك هكاك كيوضع النفايات ديالو ويخليه لك مش في حالة إشهار. فكناخذ أنا المعلومة كنمشي وكنشوف واحد الطفل بارك قدامي لابس احسن لباس، ولاني راه المرحاض راه خلاه ليا هكاك، ما وركش على لاش هصدو حاشاكم ما وركش. فواحد الوقيته كنقول لهذاك الوليد شنو عزيز عليك ولدي؟ كيبدا يقول لي عزيز عليا الشوكولاط، عزيز عليا الرسوم، عزيز عليا كذا، وكنقول له شنو لاحظتي؟ تخيل واحد النوبه كنشوف في واحد الحلقه ديال دوغ الاكسبلوغاتريس انه ملي كتحل البابيي كادو كتلوحو في الطبيعة، كتلوحو شتا في حلقة في جوج واحد النهار وانا راسل الشركة اللي كتنتج ايوكا كتبت قلت لهم اودي انا راه اب وكنكون مع وليداتي وانا راه كنحب الطبيعة وكنحب نحب نمشي لبني خلف ونمشي للقيسر وما نشوفش الميكاب في الخضورة جالسة مع غراب وموكا، انا كتبها لهذوك الناس ما جاوبونيش. ولما عمرها مشت هذيك الحلقه
هذيك الحركه عمري ما شفتها. بقيت نعاود نقلب عليها ونعاود نقلب ما نعاود شفتها. اذا شنو قالوا؟ داروا شغلهم. اذا دابا هذاك الدري كنذكرو تنقول لي دابا ملي تشوف انت ولدي هذيك البيرسوناج دو عز عليك اعز عليا ملي تشوفها تتلوح زبتي ولا سي با بيان وتنقول لي انت علاش دخلتي المرحلة ودرتي كذا ودرتي كذا تقول لي لا لا ما درتهاش تنقول لي انا عمري كذبت عليك تقول لي لا ورا غير نسيت تنقول لي واش كتعني انك تنسى حتى ما قلتليش ما شديتش يا الكذاب يا الفاعل واش انا يا تنكذب خليت لا ديالو خدمت بها اذا عندها وظيفه ماشي فقط عندها معنى الخطاب راه ماشي فقط عنده معنى مثلا واحد الامام في واحد المسجد كيخاطب بخطاب متشدد وتيقول يا ايها الكفار وتيقول يا كذا ويا كذا ويا كذا اي شخص من وجهه الاستماع ديالو خصنا نستمعوا ليه باذن متعدده غتستمع ليه الاذن الامنيه وغتستمع ليه الاذن الاداريه ديال الاوقاف وغتستمع ليه الاذن ديال المجلس العلمي وغتستمع ليه الاذن ديال العارفين فالكل جهه عندها جوابها الاذن الامنيه عندها جوابها الاذن الاداريه ديال الاوقاف عندها جوابها والاذن المجلس العلمي عندها جوابها ولكن اين هو جواب العارفين انا غنقول لكم الجزء منه هو لكل خطاب وظيفه اما ما وظيفته جيو خلصوني نقولها لكم والله لا بقدا غنقول شي حاجه الا بفلوس الا الحبابين المغاربه اللي غنقول لهم فابور اما الاخرين والله لا خلصتي الا خديتي والا ما خديتيش غتخلصي حيت راه غتخلصي فلوس وراه غتخلصي حاجه اخرى هذا هو عالم الحقيقه باش تعيش خصو يموت غزال باش يعيش الاسد ولا بغي يعيش الغزال خصو يموت الربيع ما كاينش شي حاجه هكاك كاين حياه وموت السمك بغيتي تاكل الحوت خصك تقتل الحوت بغيتي تاكل الدجاج تقتل الدجاجه بغيتي البيض خصك لعبد سي لو سيكل ناتورال دو لا في فهنا هذا الاب سي محمد ما عرفش الوظيفه ديال نكون المقبل والمستقبل انت ولدي مقبل على الحياه مقبل على الدراسه مقبل على المستقبل انت مقبل وانا كنستقبلك في اقبالك على الحياه كنشوفك ولدي مندافع كنشوفك ولدي كتجاهد كنشوفك ولدي مجهد وانا ولدي تنعرفك دابا انا كنكون بارك في داري كنشوف ولدي كيلعب مع اختو تيلعب تيلعب وكيقول لي بابا كيشير لي بيدياتو بابا كيلعب معايا واحد اللحظه كنقول له حبس ما تلعبش اذا اي واحد غيشوفني غنوض بهذيك الصرامه وغنشد فولدي ونحبس ونقول له ولدي حبس معنيتها شنو؟ معنيتها انني في الشراسه معنيتها انني ما كنحبش اللعب مع الاطفال ولا شفت شي حاجه شنو شفت؟ شفت ان ولدي بدا كينهج وملي تينهج كيتقيا اذا خاصني نحبسو نقبل من انت عابر عارف وتخيل انا حافظ ولدي دابا يلا هذا هو دور والدي نحفظ والدك دخل ولدي كينهج ولاني الفرحه اللي تيفرح كيلعب مع مو باه ما بقاش نسوق ما بقاش رد البال انه كينهج ولاني باغي يبقى بحال ديك المره اللي فرحانه بعثت بنتها وهي سخفات وما بغاتش تحبس اش كدير وكتقول لك طيح وهي راه ماشي كطيح هي نهكات الطاقه صافي وهي خصنا نحبسوها قبل ما مات ولكن الفرحه كتقول لكم بنتي بنتي مسوشه بنتي هكا وكتغني وكتشطح وكتغني وكتشطح حتى كطيح انا خصني نشد ولدي قبل ما يت اذا دابا انا غنربي عندي واحد الذاكره هذا هو اللي كيتسمى الكونتينيوم غنحط في الميموار ديالي هالنيفو فين شنو خصني ندير خصني نتاثر لولدي النيفو يبقى نبقى نزيد ليه فيه ولكن راه عنده حد الوقيت اللي نشوف في خمس سنين هذاك الحد بقى في ست سنين الحد بقى في سبع سنين الحد بقى في ثمان سنين الحد زاد شوي في التسعه زاد شوي ما بين 11 و15 طلع اكسبونونسيال بواحد الاكسليراسيون شوي عاوتاني تستاقنا اذا انا عارف البلافون عارف السقف ديال ولدي اذا خصني ملي ندخل معاه القرايه ويتشاور معايا انا راد البال على السقف شوف ولدي اقرا اللي بغيتي هذا السقف ولدي شنو هو السقف هو ولدي البلاصه اللي كتسقف فيها وكطيح
على بالك كنضح ماشي يغمى عليك، ما كتبقاش يا ولدي تذاكر وما كتبقاش تسمع وما كتبقاش تعقل. الله باي انت درتها، جبت الذاكره ديالك، ها انت اللي درتيها ولدي، ها انت اللي درتيها. وفي اخباركم راه واخا يدير لك الانفه قدامك انه ما كيستمعش لك، انا عندي 30 عام نعمل معاهم، شتي واخا يدير لك الانفه كيتصنت كيتصنت. اذا هنا شكون اللي غيعقل لي على كتابي انا يا با؟ حتى واحد. انا مسكين سي محمد مشى مرافق مع ولدو جرو، هو راه نجر وعيني عليه وعيني معاه، عيني معاه كنضحك معاه وكنلعب معاه وغادي معاه وعيني عليه كنهبر. اذا لا بغيتي تردو دابا خاصك تحمل الخطا ولو انت ما دير والو، لان دابا هو شنو كيعرف النمط اللي صبح في العالم العربي دابا كاين، هو نمط بيبولير، بيض كحل، صحيح خطا، مسلم كافر، غني فقير، مشاو شدوا في العالم العربي لي زوبوزيسيون ديفيرونسييل لصقوا فيهم، وهما اونكور اون فوا سي ان ستاد بريمير في لا كونستركسيون دو لا بونسي، سي ان ستاد بريمير بحال التحضيري، شادين في التحضيري في الستاد بريمير في لا بونسي، وهما دي انجينيور وهما دي ميدسان وهما دي بروفيسور وهما دي دي دي, دي بوليتيسيان وهما، ولكن في النيفو دو بونسي شادين لو نيفو بريمير، لا لشيء الا لانهم ما كيدرسوش فلسفه ولا يعيرون الفلسفه اهتمام. الفلسفه خلقت للعالم الغربي وقضوا بها، وانتم شدوها وسيروا شدوا الكوتشين وسيروا شدوا البانيل وسيروا شدوا الام بي اي وسيروا شدوا الباشلور وسيروا شدوا هذو الفلسفه، خليوها ليهم هما يديروا بها ما داروا، وراهم غيديروا ويزيدوا يديروا. اذا هنا خصني بعدا نمشي نجاوب داخل البنيه بيبولير. انت ولدي راه ماشي انت ولدي مول الفرطه، انا باك مول الفرطه. انا وليدي غلطت، انا وليدي درت، انا وليدي خرجت عليك وليدي وخرجت على راسي، اش دخلني واش وصلني واش كذا واش كذا واش كذا. اذا شنو درت هنا؟ حيدت هذاك الكورسور اللي حطو على راسه هو الدرب اللي تيقول انا خيب انا فلمس واش هنا سو فوستيجي سو مورتيفي، حيدتها وجدت لعندي. شنو فعلت؟ فعلت لو برانسيب دو لا ديتيستاسيون. كاين سو ميتر اون كولير كنغضبو، كاين كنحقدو، وكاين كنشخدو. فلو برانسيب دو ديتيستاسيون هو واحد البرانسيب ديال اللي بغا يفهمو، هو ملي كتمشي دير لو بلان في الصيف حال سخون وتتمشي دير ليسونس لان هو فولاتيل خفيف من ديال زين وتيكشكش. عمرها وقعت لكم؟ ما كتبقاش تقدر البومبا تلونسي ليسونس لان طلق لاموس، فهاديك لاموس كتبقى تدخل في البيستوليو كتبقى تبلوكي لان هو كيخدم بلا بريسيون وعنده واحد لو نيفو واحد لو سوي كيحسبو باش ما يفيضش، باش البيستوليو ما يفيضش عاد كيدخل عنده لو نيفو اللي وصل ليه كيقيس واحد 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 لا لونغيت وهداك البيستوليو كيديكونشي ان فران. فملي كتكون لاموس كيبقى لو بيستوليتي اول لاموس كوم لو نيفو، غير لو بومبيست هذاك اللي كيعبر عارف بانه لاموس راه كاين اش كيدير، تيبقى يضرب ضربات صغار ترك باك ترك باك تي كيكمل لك البلان. وصوروا الناس اللي خدامين في ليستاسيون شحال كيصعب عليهم لاموس، ولهذا الدوله عطيهم واحد لو سو ديال 0.2 ديال ليفابوراسيون ديال لاموس لانها كتاكل لهم في ستوك وعطيها لهم ومحسوبه على اساس راها مبيعات وهي ماشي مبيعات، بون داخله في النظم التجاريه ديال هذا القطاع. انا وليت كنخدم معكم كاع في البومبا يلا. اذا هنا لا ديتيستاسيون هي جو في رياكتيفي لو موسو، غنشد هنا ولدي وغادي بحال اللي كنبقبقو بحال اللي غيغلي كيبدا يطلق هذاك الطبق بعيق. واه خرجتوا عليا وانا ما نقراش وانا والله لا قريت، ما نعتبروهاش فري ما نعتبروهاش فو. عندك وتحب ما هيش فري ما نتفاعلش معاها، ولكن رد البال. واحد الاب كيضحك معاه ولدو، ولدو عنده 12 عام، قال لي انا والله ما كرهت نمشي نحرق انا المدرسه. الاب كيضحك عاودها ليا قلت حبس انت قالها لك؟ قال لي قال لها في الفن كليغ ديجا عندي. جا الوليد سلمت عليه ولدي لاباس كذا، ولدي بان لي بحال عيتي وسط السنه، واش مستعد نراسلو المدرسه ونحبسوك؟ البنت لي عيتي. لا 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 عمي لا ما عيتش، لا لا عيتي. لا حبيبي لا، واش ملي وصلنا كتمنى تحرق المدرسه؟ اذا عيتي. لا عمي ما عيتش، واش قلتيها بابا؟ وقلتها حيت كاع الدراري تيقراو احسن مني وانا ما كان. وانت زيد واش ما كتقراش ولا ما كتوجدش؟ وفي صراحه ما كنوجدش. ايوا دابا هما تيوجدوا تيقراو وانت ما كتوجدش وباغي تحبسهم وتمنيتي ليها المدرسه تحرك باش الدراري مساكن اللي كيوجدوا ما يوصلوش. وحشو معك ولدي. شنو قصد؟ قصد اضطراب السلوك
والتصرف تخوب دو كوندويت دو كومبورتمون. فتعاود لي باه لقاه دائما ملي كيدخل معاه الكراج كيبقى يقلب ليه البلايص ديال لي زوتي بحال بهاد البلاصه فيها التورنوفيس يحيد التورنوفيس منها ويحطو في بلاصه المطرقه. غدا قال لي باه ملي كيجي الويكاند باغي يخدم في الكراج قال لي كنحل المجوره معود على المطرقه نلقاها على اليمن كنلقاها في بلاصه التورنوفيس. قال لي كنقول اوش انا هبلت لهاد الدرجه وليت كنخربق بلايص لي زوتي الادوات ما كنحطوش بلاصتهم. قال لي حتى واحد النهار كيضحك هو الدري في الطوموبيل وقال لي يا بابا انا راه باش نضحك معاك راه كنقلب لك بلايصه. قال لي وصل ما رضيت ليهاش البال حتى انت انتبهتي من الجمله ديال كيضحك راه كيضحك ها وشديناها وسط الضحك وعرفناها مؤشر على شي حاجه اخرى. مرحبا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا مباشره نواصلوا برنامج بكل وضوح. كون مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات معنا فاطمه زهرة من الرباط. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه زهرة. السلام عليكم استاذ ميمون مبارك الدريمي. مرحبا مرحبا فاطمه زهرة. مرحبا بك. هذا نهار كبير عندنا بزاف الله يكبر بك وفخرين بك بزاف دكتور حسابنا استاذ بحالك وقيمه كبيره في هذا المغرب والمسلمين. والله بارك الله فيك بنتي فاطمه زهرة. بارك الله فيك حبك الله. انا فاطمه الزهرة من الرباط عندي 19 عام تبارك الله وبروميير اني فاكولتي سيون فيزيك وبغيت عندي جوج اشكاليات بغيت نهضر على بالنسبه للتيود ديالي. بالنسبه للابغونش اللي درتها فيزيك ما يعني في الاول ما كنتش باغا نديرها ودابا من يعني كان الاختيار ديال الوالده ديالي ويعني في الاول كنت ما بحال ما داخله اللفق وانا ما حاملاهاش يعني ما عنديش واحد القابليه ليها يعني كانوا النتائج ديالي شويه ناقصين وهابطين. هادشي علاش انا بغيتك يعني اضطريت انني صافي نقبل الوضع ونقول هذا هو اللي مكتب لي ربي انني نكمل فيه ولكن بغيت نحبها ولا نعطي فيها يعني هي ما بغيتهاش ولكن بغيت يعني كيف نحببها راسي يعني نعطي فيها مجهود اكثر. الى شتي هو باش تحب واحد الحاجه خصك تلقى شي معلم فنان كيحبها. وانا نقدر نلاقيك بمعلمين فنانه في هذه الماده هذه ماشي غير يساعدوك فيها ماشي غير يحبوك فيها يرضوك تلعبيها. انت كتسكن في الرباط. انا غناخذ لك موعد مع 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 واحد فيهم في الرباط وغادي تخلي لي عافاك الهاتف ديالك ولا ادريس ايميل وغادي نطلب منهم. وهنا الله يجزيهم بخير كنحيي حبابي الاساتذه الجامعيين والباحثين في كل الجامعات المغربيه اللي ما عمري طلبت شي مؤسسه فيهم ولا طلبت شي استاذ ولا باحث ولا استاذه عندهم وقالوا لي لا كياخذوا من وقتهم بالمجان ويستقبلوا طلبه ويشدوا بيديهم. الله يجزيكم على المغاربه ويجزيكم عنا الف خير. مرحبا بنتي فاطمه. خليك معنا فاطمه الزهراء. ناخذوا مريم من تطوان. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله مريم. مرحبا بتواصلك معنا تفضلي. الله يجزيك بخير استاذ. انا فرحانه بزاف اليوم كثير خط معكم. مرحبا بك لاله. وفحال وانا كنتصل ويلاه اليوم تيستر الحمد لله. اييه مرحبا لاله تفضل. وانا استاذ ما كرهتش ان شاء الله نتلاقى فيك شي نهار نبقى نعاود لك نعاود لك نعاود لك. ما تقتليني. والله اذا ما كرهتش نتلاقى فيك. اييه. ما عرفتش كيبان لي انني لا هضرت معاك بزاف ديال المشاكل غيتحلوا في حياتي. شحال في عمرك لاله مريم؟ شحال في عمرك؟ انا 23 عام. ما صغيره وصوتك تيبان كبير. ياك. عا شرفوك قبل الوقت ولا انت مشرفه راسك قبل الوقت؟ لا لا. مزوجه مازال؟ لا لا مازال ايتيديونت. فين الشعبه؟ انا ماستر. اين ماستر كتوجد؟ جيستيون انفورماتيك دي زونتربريز. شنو السؤال ديالك؟ المهم غنسولك على الدومين بيرسون زعما الخاص بيا المجال الشخصي غنهضر غير على القرايه. دابا انا المهم لا بيريود دي زيكزام دايو معايا بعدا راه بارك لكم يا ربي امين الله يجازيكم بخير. المهم كان عندي بزاف ديال لي بروبليم وان شاء الله راني كان زعما جايسايد لي سورمونتي. دابا كندفعوا لي ستاج حنايا بغيت من هذا المنبر ديالك زعما الناس اللي واعيين وقاريين والناس اللي عندهم لا ريسبونسابيليتي زعما يسمعونا كندفعوا لي ستاج دي بي اف او دونك دي 4 موا دو ستاج. دابا تا هذاك لو غوفيز باش يقول لك انت راك ما تقبلتيش ما كيجاوبوكش.
وراك عارفه استاذ دابا المغرب ديالنا الا ما كانش عندك شي بيستون ولا ما كاينش بيستوني ما غاديش تدخل. دابا ستاج هو الاخر باش تقدر فيه ما كاينش. اعطيني الموضوع ديال 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 البيف اللي كدير. انا عندي خدمت شي حاجه اون ريلاسيون بلا جيستيون لافورماتيك مثلا لي دو ار بي شي حاجه ديسيزيونيل داتا ماينين داتا وير هاوس مهم بيزنس انتيليجنس اون جينيرال. هنا شي حاجه اللي كتغاسومبلي ما بين هاد لي دو دومين. لاله مريم. نعم استاذ. ما عجبنيش هاد المستوى اللي سمعت. علاش؟ دابا عطيتيني عناوين. اعطيني خاصيات. نسي لي هادشي اللي دابا تتقراي نسيه. اعطيني خاصيه بلا ما تقول لي هذوك السميات. يلا مثلا السؤال كيفاش خاصيه؟ دابا غادي نتكلم على الكلوسترينغ، غادي نتكلم على 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 السيرفرون جراب، غادي نتكلم. ما بغيتش انا نسمع هاد السميات. دابا البروبليم استاذ دابا انا لو باركور ديالي شويه مخلط. مالو دابا انا هاد في الماستر يلاه درت لا جيستيون وانا عندي نفس لو بروبليم، ما عنديش واحد لا فيزيون كلير شنو غادي ندير في البي اف او، لان لونكادرون ديالي بيداغوجيك كيطلب مني واحد الحاجه كيقول لي خصك ديري ان سوجي فيه لا جيستيون او ميم طون لانفورماتيك، وركزي لي بزاف على لا جيستيون. وانا الباركور ديالي من الباك عندي دي يو تي في باز دوني، عندي ليسونس في الريزو، دونك كنت بيغمون انفورماتيك رجعت جيستيون، دونك ما عنديش واحد لا فيزيون كلير باش نعرف شنو غادي ندير انا في هذا الستاج. الو ملي كتقولي رجعتي جيستيون معنيتها انت اللي مشيتي للماستر ولا الماستر اللي شدك؟ لا 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 انت اللي مشيتي للماستر. ولكن راه ما كاينش ما عنديش لو شوا، لان راه كدوز كتبع لي ماستر كدوز دي كونكور وعاد كتقبل. مازال ما تفهمناش يا بنتي مريم. انت اللي مشيتي للماستر. اذا ملي مشيتي للماستر مشيتي لغرض ديبلوم ولا مشيتي لغرض المعرفة؟ وصراحة ديبلوم. راه باينة. فهنا ما غتفلحيش يا بنتي. فدابا لاحظتي هذيك الصعوبة اللي كنتي انت كتحطيها على أساس المقاولة المغربية ما كتساعدش. أنا لقيت صعوبة سابقاها. هي دابا صعوبة سبقية اللي هي اختيار شعبة الماستر لغرض شهادة ليست لغرض المعرفه. دابا هنا خصك تراجعي هذا الموقف، الماستر اللي انت فيه دابا والمعرفه اللي انت فيه خصك تصاحبي معها. لا انا ما عنديش معها مشكل، بالعكس من قريت لا جيستيون لي ماتيير وهذا عجبوني، ما عنديش مشكل زين. بالعكس زعما عرفت دومين جديد، عرفت بزاف ديال الحوايج جدادين. أيوة. ما عنديش مشكل، ولكن دابا حنايا حتى فاش كتهضر مع شي واحد بروفيسيونيل مثلا في لو دومين كتقول له انا شنو غادي ندير، كيقول لك دابا انت ما بقيتيش انفورماتيك وماشي جيتي. يلاه خذي ورقه ستيلو انا غنقول لك اش غديري، خذي ورقه ستيلو واخا راه غنعطيك موضوع غيعصر لك مخك. ولا درتيه قولي شوفي المقاومه واش غيعيطوا عليك ولا ما غيعيطوش. سمع مزيان، ما تبقاش تعاود الهضره، سكتي دابا تصنتي. مرحبا. يلاه بسم الله. غدير واحد البروسيس دو جيستيون اون غولاسيون مع l'informatique de gestion et le management qui va traiter le besoin vital de la classe des smicards qui sont nombreux dans les grandes entreprises et dans les moyennes entreprises. La classe des smicards كتلقى بزاف الناس في شركات كبرى كيتخلصوا لو سميك. D'une part il y a deux logiques هنايا، وهذه لي دو لوجيك ما لقاوش حل وما غيلقاوش حل. La logique ديال لو كابيتال كي فودري كو بور افوار دي مارشي il faut offrir des prix bas. مثلا واحد الميتيناسيونال مغربيه بغات تاخذ مارشي ديال التكستيل من اوروبا كتنافسها الصين، فعندها من جهه رابحه المسافه ما بين اوروبا والمغرب قريبه وما بين اوروبا والصين بعيده، ولكن هذاك المقاول باش يجيب هذا المارشي للمغرب يقدر يلقى المسافة بعيدة أرخص من المسافة القريبة. إذا المقاولة اللي عندها 3000 خياطة و 4000 خياطة و 5000 خياطة خصها تحط أن بري كونكيرونسيال باش تاخذ المارشي. فباش تاخذ هي أن بري كونكيرونسيال كيخصها تحافظ على لي سالير اللي دواف غيستي في واحد النيفو دو كونترول غولاتيفمون با. بالك على لوجيك كابيتال. شتي لوجيك الكابيتال ها هي. دابا لا لوجيك ديال لي زوفريي وديال لا كلاس دي سميكار سيكو تيقول لك انا بهذاك لو سميك ما عايش.
انا تيخصني 3000 درهم 4000 درهم هو الحد الادنى. كيجي لا لوجيك الماناجمنت كتقول ليه راني عاطيك بحال لو سالير في رومانيا، راني عاطيك بحال لو سالير في بولونيا، الاخر تيقول ليه لا المعيشه في المغرب حات غاليه. دونك هنا قدام واحد لا كونترانت دون بار il faut que pour que la société تحصل على مارشي خصها elle doit maintenir le prix bas في لي ماتيير بريمير في في الماس سالاريال وسورتو البوست ماس سالاريال هو البوست اللي كيكون البلو شير. ولا كلاس اوفريير كتقول لك اودي انا بالنقابه ديالي وانا بالنضال ديالي والله تنطلع، كتقول لها المقاوله الا طلعتي طلبتي لي 3000 درهم غنسدو كاملين. انا فين غنخدم معاك دابا؟ Est-ce qu'il y a possibilité de développer un algorithme de distribution des niches, des activités qui ne sont pas exploitées de telle sorte de les distribuer par un logiciel de planification qui ne soit pas affecté en heures supplémentaires mais qui soit rétribué en option, le salaire. انا غنوضح لك بالاكزامبل. كل مقاوله الا وعندها دي طاش كاين سوتريت بحال دابا لا سورفيونس لا سيكوريتي، مقاوله لا سوتريت لي سوسيتي دو سيكوريتي، عندها النظافه لا سوتريت لي سوسيتي دو النظافه ياك، عندها جو سي با موا كل اكتيفيتي كتفضل دير ليها الاكسترناليزاسيون وما تعطيهاش لان فيها لا ماس، ولكن تيبقاو دي بوتيت نيش صغيورين qui ne font pas office de marché. نعطيك ان اكزومبل، هو كتكون قدامه واحد تريانغل الجردة، هذاك التريانغل واقف قدامه واحد العساس، هذيك الجردة صغيرة بزاف باش يعطيوها مارشي. شنو كيدير هذاك العساس؟ كيبدا يقطب فيها. تخيلكوا حنا نحسبوها ساعة ديال التقطاب ب 30 درهم ونافيكتيوها فواحد لوجيسيال سميتو لوجيسيال بانيي، وكل اوفريي شاف اون تاش يطلب لافيكتاسيون ديالها ليه ويطلب لا ريتريبيسيون بالبري ديال السوق ولا اقل. شنو غادي خصنا هنا؟ غادي خصنا فورماسيون اي سيرتيفيكاسيون في لي ميتي بازيك، واحد يبدل البوله ما خصوش سيرتيفيكاسيون وفورماسيون، ولكن واحد يساعدنا في لو تريتمون دو لا باي، وعندنا واحد خدام في المقاوله كيدير مثلا لا تاش دو كونترولور دو جيستيون وعندو فورماسيون دو باي، وتيوصل لا فان دو لاني وكيخصنا نديرو لي زيتا دابروشمون ونبداو نحسبو دي زيتا ونبداو نجمعو دي دوني. هو غنحتاجو غير 3 شهور ونقدروا نخدمو معاه في الليل، يقدر يجي من 6 الفوق، اللوجيسيال مفتوح، البوست مفتوح، ولي زيتا يديرهم. واحد اخر كيدير لي زيتا دابروشمون ديال لي زونكور كوميرسيو افيك ان ريسك الفي par rapport le taux de provision les dettes de l'entreprise. Alors, dans le comptabilité analytique. Et donc, là, le département commercial, il faut que je retourne le blanc court. Alors, il y a été allé au département financier. Il faut que le département financier soit là. Alors, il faut que avec la banque, les États d'impayés. Et donc, je suis allé le retard. Il y a les commerciaux qui bient, sur la. Il y a les États financiers qui saignent les États d'impayés. Ou la banque, la moustalihum, j'ai plus de chihage. إذا يقدر واحد يكون عنده نونكور داخل في لو ريسك باقي ما جاوش لي زامبيي وحنا غدا نصبحو نبيعو ليه. دونك شكون اللي غيدير لنا لي زيتا ابروشمون؟ هو شي واحد اللي كيعرف سكو في الكوميرسيال لي زيتا اللي كاينين عند الفينونسيي ولي زيتا اللي قرابو وصلوا الاشيونس. شتي هادو دي نيش صغيورين لو دار ليهم لافيكتاسيون ودار ليهم لي ستاتيستيك ديالهم وداو الديستريبيسيون ديالهم على الاقل غيجاوبو على ما بين 30 حتى 60% des augmentations substantielles sans toucher la masse salariale من جهة المانجمون et pouvoir honorer la demande عند la masse ouvrière. شنو كنربحو؟ كنربحو la culture d'entreprise، كنربحو la formation continue كتعود دار، وكنربحو l'adhésion كيولي كلشي محافظ على المقاولة ماشي هذا ضد هذا. هانت يا بنيتي قديها وصيبي لها الشيمة وصيري تمعني فيها مزيان وعاودي شوفي فيها مزيان، وملي تقديها وتصيبيها وصيفتها لشي مقاوله متوسطه ولا كبيره وطيح عند المعلمين اللي كنعرف وشوفها بنيتي اللي ميجيو يدقوا عليك في الليل ان شاء الله. نتمنى التوفيق. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم، برنامج بكل وضوح نواصلوا باقي المكالمات، ومعنا مكالمه من الصفات. معنا سي ابراهيم. الو ادراسي راسي اني بخير الحمد لله. الله يبارك فيك سي ابراهيم. مرحبا البروفيسور من مبارك بريمي. مرحبا سي ابراهيم. وكذا راسي
الله يحفظك. الله يبارك فيك. انا هو العالم ابراهيم العيد على هذه. باقي ما جابش الله هذه الساعة. يجيب الله ان شاء الله. إذا كان شي حاجة ان شاء الله نتصل بك نعقل عليك. الله يحفظك. مرحبا سي إبراهيم. تحياتنا لك. شكرا لك بزاف. ناخذوا عبد الحفيظ من الصويرة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وين نعم الحاج كريم الله يخليك. واخا من بعد البرنامج هذا برنامج بكل وضوح. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا سي عبد الحفيظ من الصويره. استاذ نرجعوا يعني لموضوعنا، تكلمتي على البنيه الفكريه والمستوى السلوكي المؤسساتي، وقفنا عند تاثير العورات والروعات. العالم العربي ملي كيشوف واحد رد الفعل كيتعامل معاه كيبغي يحصره كيبغي ينزعه، القليل اللي كيتأمل فيه يبغي يفهمه. في نهاية الثمانينات واحد الظاهرة قاست واحد العديد من العواصم الأوروبية ديال الطعدر، كيمشيو شباب بالليل وتيبداو يديروا طاق في جميع المآثير. مآثير عندهم مآثير يعني غالية بزاف، وكيصبحوا الصباح تلقاوها كل هم. فداروا كاميرات، داروا شرطة، وداروا دايما كيطلعوا ليهم خرجوا لهم من قناتوي. واحد المسؤول دار واحد المشروع انه عقد مباراة ديال الطاق ما بين الشباب، وخذ الانفاق اللي كيمر بها القطار بالضواحي المدن الكبرى. فجاو جماعات الشباب كيتنافسوا وعندهم جوائز، وكل فرقة وكل شاب عنده الرسومات ديالو، عنده الطاق ديالو. وكلف هو واحد الخبراء في 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 في, في الكريبتولوجي وفي الطريقة باش يخرج واحد البصمة خاصة بكل طاقر، ودارهم في الكمبيوتر وعطى الجوائز. بعد ما مرت واحد الأسابيع بداو كيلقاو دي طاق في بلايص أخرى. كيمشي هو كيجبد هذيك لاباس دوني وتيقلب كيشوف لو ستيل اللي قريب لهذاك، وتيمشي لعند الشخص تيقول لها الطاق ها هو لقيناه في بلاصة الفلانية، وراه واحد في الدراري اللي كتعلم انت هو اللي دارها، لان هذا الستيل ديالكم ها هو. مرور سنه ما بقاوش كيدوروا لي طاق في هذوك الاماكن الا في الاماكن اللي رخصوا لهم، قال لهم ها فين نديروا. فالعوره والروعه، يسمى مروع، نقولوا مروع. هذا الروع هو الاشياء اللي كتخلع، والعوره هي الاشياء اللي كيبغي الانسان يستر. مثلا ان مواطن يخرج من الدار ديالو شاري بارطمان بمليون ونص، ويهبط حاشاكم الساك ديال النفايات، ويوصل ويلوحو في الشانطي. هنا غنقولو سلوك ماشي مواطن، غنقولو ما كيحتارمش كذا، وغنقولو لماذا يشهر بعورته؟ لان النفايات راه من طرف العوره خاصها تستل. فلماذا هذا الشخص يشهر بعورته؟ كذلك التدخين، كاين اماكن يقدر يدخل فيها المواطن، كاين اماكن ما يقدرش يدخل فيها المواطن. كتمشي كتلقى واحد كيكمي في التران، ولكن تيكمي ما بين فاغو وفاغو، والدخان راه جاي كتل الفاغو، ولكن هو تيقول لك ما تكميش اخويا في الفاغو، راك مالي انا هنا. كذلك واحد اخر حاشاكو كيتفل، كذلك شي واحد اخر كيشتم بصوت مرتفع. اذا ملي حنا في المجتمع كي الهاجس ديالنا هو هذيك الظاهرة تحيد مولها خصو يخاف، إذا عندنا إما تزول يا إما يمتنع بالخوف. ولكن إلا كانت فيه بنية تتفعل الفعل، بحال شي واحد مثلا عنده دي توك في دي تيك، تتذكر معاك اش قلتي أختي سرق هكا مسكين راكل دو لافوا، هو خلعو هو ضربو، راه فيه دي توك كي غيدير كيتعالج عليهم. واحد كيدير معاك تيخمز بعينو بحال هكا، يلا تخيل دابا ديتي انت بحال هكا لدوزام، ولا ديتي لشي برنامج او خدام تصحابو تيخمز في هذيك المذيعه، ولا ما تيخمزوها باسكو راه عندو عطوك عاد تيخمز بحال هكا. واحد اخر دابا معاك تيدير صبعو في نيفو، انت كيتاكل راسو صبعو دارو في نيفو. اذا دابا هنا غنقولو مريض وصافي ونقصيو العمليه، ولا غنقولو ما حاجته في ان يشهر الفعل في الساحه العموميه في الوسط اللي هو الجمهوري اللي كيوقع فيه تجمهور. البلاصة اللي وقع فيها تجمهور هو مشى وضع فيه تم المعلومة. ف
يا إما عورة جاي شاركنا بها بغي يشاركنا في العورة، يا إما عنده شي حاجة كتروعه وما لقاش اللي ينصت ليه. وعندك قلت حبوا هاد البنية راه كيفكر فيهم الإنسان بالذكاء ديالو، راه ماشي كيبرمجهم، راه تيلقى راسو كيديرهم، مفعول به مفعول فيه. فالمجتمع اللي عنده مؤسسات غير الشانطي موسخ صيفطوا الكاميون داك اللي كيدير الشيت مشطات، الضوء تحرق صيفطوا الكاميون يبدل البوله، كنبقى دائما في نفس الحاله. لاحظتي كاين سويتش ان اون اوف بحال شي ديال الضوء طفي شعل طفي، ما كاينش شي واحد ولا شي وحدين طالق عينه على المجتمع بحال هكا تيدير اواه. المغاربه كنعرفوهم صالحين، المغاربه كنعرفوهم اصلين، وعلاش دابا ولا عندنا حنا العنف في الكوره؟ شنو السبب؟ ياك ما ولا عندنا واحد النهج طائفي؟ اذا صيغه التوحيد حنا عندنا في المجتمع كما تقاصت، وكيفاش نربط ما بين الفكر الطائفي اللي باغي يتغلغل من جهات معينه والعنف في الكوره؟ بالك شتي هذا الشيء دابا الفكر هو تتربط ما بين واحد البلايص لا علاقه لهم. ثم غنمشي وغادي نقول علاش ما كيحترموش قانون السير؟ اذا هما في حاله درك، في حاله فزع. شنو كيفزع المواطن؟ التغطيه الصحيه عنده شويه، شنو كيفزعوا؟ كيفزعوا فين غيموت وفين غيسكن؟ فين غيموت راه مخلاها في يد الله، فين غيسكن عطينا اختيار ولا خلينا اختيار واحد؟ لا ما عندوش اختيار، عنده غيشري خصو يصبق. سولو مغربي باش يجمع مليون شحال خصو يموت؟ خصو يموت 100 مليون موته باش يجمع مليون. يا اما غيديرها قرعه، يا اما غيمشي يرهن الجواقل عند مول ذهب، يا اما غيتسطى. اذا ملي غيتسطى وغيركب في الموتور باقي بعقله ولا ماشي بعقله؟ اذا قبل ما نمشي نوعيه نقول ليه رد البال قف، خصو يمشي يشوف الاشياء اللي كتركب فيه الدرك وكتروحوا كيفاش نطمئن؟ مالك شتي هاد انك ما تعطيش حل للمواطن، المواطن راه بنفسه بكبرانيته ما راضيش تمد ليه، ولكن تقول ليه تنصنت لك. حنا بكل تواضع في برنامجنا البسيط بكل وضوح، واش حنا كنعطيو للناس شي خناشيد شي حاجه، كنعطيهم شي كنحولوا ليهم. شتي شنو درت مع هاد الطالبه مريم؟ حطات هي المشكله عند المقاوله، ما قلت لهاش لا، ولكن قلت لها راه كاين مشكله سبقيه. شنو المشكله السبقيه؟ اش دخلتي ديري في هذه القرايه؟ هذا هو السببيه. السببيه هي تمشيو نشوفوا الاسباب، فلقيتها داخله السببيه، داخله تقرا الغرض الكرتونه الدبلوم. اذا قلت لها تقدري تلتحمي، انا مشيت لدابا النقطه ديال لا ستركتوراسيون في الجزء ديالها الاخير. شنو هو الجزء الاخير ديالها في لو نيفو انستيتيوشنيل؟ هي لا بروجيكسيون دو سوا دون لي ديمونسيون دو ريبريزونطاسيون دو جو دو رول او دانكارناسيون. اش كتعني هنا؟ هي قلت لها دابا دخلت قراي، دونك الجو لو رول ديال ايتوديونت. وانا قلت لها ما قابلش منك تلعبي دور طالبه، بغيتك في لانكارناسيون ديال طالبه. شنو الفرق ما بين الجو دو رول والانكارناسيون؟ هو لو جو دو رول هو محامي تيترافع في واحد القضيه، تيلبس كسوه وتيدخل قدام القاضي وكيهز الملف وتيترافع، ولكن ملي كيسالي من المرافعه كيحيد الكسوه كيحط في الطوموبيل وتيسالي تيولي عادي كيرجع لمرته ولادو. هذاك هو لو جو دو رول. اما الانكارناسيون هما الانبياء والاولياء والصالحين، وكيحيد كسوته حتى كيموت، لان هو في الحال عنده داكشي. فكاين شي صفات اللي ما خاصكش دير لهم لانكارناسيون، وكاين شي صفات اللي خصهم لانكارناسيون. نذكر باش كتعني لانكارناسيون في اللاتينيه ان كارني، كتعني في الجسد اللي عندنا حنا في العربيه التجسيد، ما كتبقاش غير في الخطاب غير في العقل كفكره، كتولي في الحال. فقلت لها ما تبقايش تلعبي الدور ديال طالبه، رجعي للروح ديال الماده اللي هاد اللي كتقراي والتحمي معها. لاحظتي التحمي هي الالتحام، يعني تجعلي المعنى يكون في اللحم. مرحبا مستمعنا، غادي نتوقفوا مع فاصل وراجعين، وباقي المكالمات معنا. علي من سطات، الو
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي علي. سلام دكتور كي داير بخير. مرحبا سي علي. بارك الله فيك. انا كنعتبرك كصدقه جاريه فهاد فهاد والله العظيم الا كنعتبرك كصدقه جاريه بهاد النصائح ديالك ومن هاد شكرا سي علي من هاد التوجيهات اللي كتوجهنا وكل شيء الله يجازيك بخير. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا خويا مرحبا. دابا بغيت نقول لك واحد ما عرفت ما عرفش نعتبره واش مشكل ولا ما عرفتش. انا عندي مزوج وعندي بنيه ووليد. شحال في عمرك سي علي؟ في عمري 42 سنه. وعندي البنيه الكبيره عندها 12 سنه والوليد الصغير عنده 8 سنوات. دابا المشكل اللي عندي مع البنيه هو ما عرفتش علاش كتكذب بزاف واي حاجه كنقولها لها غسلتي فمك وغسلته من تبعها من ماماها تبعها ولا تقول لي راه ما غسلتش فمها شي تصرفات مهم عندها الكذوب بزاف. من امتى لاحظتي هذا الشيء؟ دابا هذه واحد شنو نقول لك دابا هذه واحد العامين دابا وانا متبعها زعما في عشاك فوا كنتصدم في هذا التصرف هذا السلوك ديالها هذا ما عرفتش كيفاش ندير نتصرف معها. هذا هنا كيبين كيعني انا بنتك كتخاف من شي حاجه. هو في الطبيعه هو في الحقيقه كنقول معنا شويه سيفير شويه كنقول يمكن تخاف مني وتما عندك الخوف داير هنا. هما الاطفال الا كانوا واكلين وشاربين وضاحكين ولاعبين راه عرفتي الروح ديالو يحلها لك ماشي قلبه ولا لسانه وروحه كيحلها كتملي تشوف روح ولدك كتحرك قدامك. نعطيك مثال باش تعرفوا روح ولادكم مفتوحه كيكون ولدك ناعس ولا بنتك ناعس وتخيل دابا تخيل هادشي راه حنا ماشي كنعاودوا لكم الشفاء ولا بالتجربه كتكون بنتك ناعسه كتشخر وانتيا في اتصال مع الروحه كتفيق انت بباها ولا امها مع ثلاثة الصباح ولا جوج الليل تصلي واحد جوج ركعات ولا تقرا شويه حزب ولا تسبح لسيدي ربي ولا شي حاجه وكتمشي كتطلع على بنتك واش مغطيها ولا ولدك واش مغطي وكتغطيه. اذا دور الاباء راه ماشي فقط انني ناخذ كلام ولدي ولا ندخل لعقل ولدي ولا نشوف قلب ولدي راه التحم مع روح الابناء. وبغيتوا تلتحموا مع الروح الابناء ولادكم راه هو حب امهم راه ما كتاخدش الاب ما يدخلش القلب ولده من ذاته لراسه راه كيدوز ليه من امه. شتي تحب مرتك وتحلك قلبها بحق المراه. دابا شوف الغريب كتكون زوجتك والده معك وقلبها مزدود عليك راه خصكم الرجال تنتبهوها راه كتكون معاه في الفرح تعاشرو وطيب ليه وتخرج معاه ودير معاه كلشي وقلبها مزدود. الوقيته اللي تبغي تعرف قلب مرتك واش مزدود ولا محلول شوف ملي تتبراكي عينك في عينها واش جناح نيفها كيرعدو هادو شوف الجناحين ديال نيفها ملي تحط عينك في عينها وانت قريب منها ودوي معاها بالهمس كيديري لبس وشوف الجناحين نيفها كي غيديرو الا بقى نيفها زاكي عن صيلة عرفت رجع ميرا ما عندك حتى حاجه محلوله ولا شتي الفرافره اللي لا تغيبات يفرفروا ليوفهم الفرافره يا ما فرفر يا ويش واحد اللي ويلا اللي فالقلب ديال المراه تيتفتح ان دائما تتسبق لك الابتسامه وتتسبق لك الضحكه وتلقاها كترفرف حيت حضرتي شتي تدخل القلب مرتك كتدور هي داك البارابول بحال 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 الشمس كيدور عند ولادها وكتصيفط لهم تصويرتك اشعه كي تما غاديين ها تصويرتو ها تصويرتو كيدخلوا هذوك التصاور ديال ديال ديالهم ديالك حتى من الاشعه ديالها كيبداو يقلبوا عليك فيو 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 فين هو فين هو فين هو فين هو فين هو فين هو ها انت هي الطريقه الاولى هذه لوطوروت. دابا لي زير دو روبو اللي كتشد لوطوروت مراكش عندك هذوك الميضات فين توقف وتستراح وحده لي زير دو روبو هو ولدنا ولدكم كتاب خصك تعرفو من الكوفرتير من العنوان الورقه اللي فيها المواد تحفظه. بقيت اللي كتكون بنتي تتكذب معنيتها خايفه. مناش خايفه؟ خايفه ما تكونش في واحد الصوره ضنات ان هي الصوره الحقيقيه خصها تعطيني. بالنسبه ليها الصوره الحقيقيه خصها تعطيني بها يا تكون قريه مزيان يا تكون كذا يا تكون كذا يا تكون كذا.
مثلا دوينا على الحكان السنان، انا فم بنتي عزيز عليا مقلق، انا فم بنتي عزيز عليا صفيفر، انا فم بنتي عزيز عليا مسخ، انا بنتي كتسوى عندي بزاف من غير سنينتها منظفين حبيبة ديالي. انا طمأنتك على الحال حبيبة المؤمن ولا ينجس انت مؤمنة، انا رفعت لك الهمة. شي الحقيقة تلاش اتأثر، خذني صبي واعطيني الغاية ديالي اللي بغيتي نكون عليها ملي ندير 180 عام. اعطيها لي كأنها دابا دابا بصح، لانه هو في صفة المؤمن واش تيبلغ واش تكيبدا يصلي، ولا في صفة المؤمن من النهار اللي تزاد وأدنا له في ودنه وحنك لانو التميرات حنيكتو. شتي دابا قليل اللي كيعرف، كيسحبوا الناس بان هذا هو التدين، راه ماشي هذا هو التدين، هذا راه هو الحقيقه اللي حنا عندنا المسلمين مع احترام الانماط الاخرى. انا كنحترم المسيحي وكنحترم اليهودي، وانا دارس في الجامعات المسيحيه عند المسيحيين ولابس لا سلطان، وما كاينش يتحدى شي واحد اللي يعرف يصلي معاهم بالغريغوريا. انا كنصلي معاهم بالغريغوريا وتنقرا التلمود وتنعرف العبريه وتنعرف الثقافات وحده بوحده، وعندي معاهم صله باحترام بحكم انني مسلم قح. فمن الناس اللي استقبلني السكرتير بيرسونيل ديال الباب جون بول دو هو عبد ربي، دخلنا للفاتيكان ودخل المكتبة الخاصة ديال الباب جون بول دو، وقريت كتب اللي ما عمري فرح بهم واحد حتى لعينه، لأن مسلم قح. فهذوك ناس راك يحبوا فينا شنو؟ أنني ما نشبه ليش ما نقلدوش ونحتارمه ونعطيه اتقار، لدرجة أنه طالعت على رسالة ديال بيدوز كانت فيها الناس اللي كيمشيو نشروا المسيحية يقول لهم ما تنشروهاش في دول المسلمين، وسيروا قلبوا في الأرشيف واش كاين ما كايناش، سيروا شوفوا. فدابا حنا وصلنا لواحد الوقت اللي باش تكون قح صبحت ما هياش. من امتى باش نكون قح ما هياش؟ ايوا اذا ما نشروش العسل الحر، ايوا اذا ما نشروش العود الحر، ايوا اذا ما نشروش الخروف السردي، نشريو خروف مخلط مع خنازير، ونشريو الدجاج مخلط مع الحوت، ونشري اللحم مخلط مع الفيل، ونشري العسل مخلط مع الزبده. وما تسميش راسك تاع بنادم، سمي راسك انت اتنوزور. مرحبا، غادي نتوقفوا مستمعينا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح. انا لكم مستمعينا دائما في برنامج بكل وضوح، نواصلوا باقي المكالمات معنا. جميله مقيمه بفرنسا، الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور. مرحبا لاله جميله. غادي نقول لك الله يرزقك الجنه بهذا الشيء اللي كدير. يا ربي امين، حنا جميع الناس مرحبا بك. يا رب مرحبا لاله جميله. دكتور مشكله ديالي من 3 سنين هذه. اسمح لي مرتبكه، اول مره كنهضر في الراديو. مع خوتك لاله، مع خوتك. بارك الله فيك. انا عندي 30 سنه مجوجه، عندي جوج وليدات الحمد لله مستقره اللهم لك الحمد. المشكله اللي عندي دكتور هي الوسواس والخوف، قتلني في حياتي دمرني. ثلاث سنين هادي وانا كنعاني، وفعلا والله من بداني المرض وانا زعما ديفوا كنحاول نعيط لك مي ما كيسعفنيش لحد ما الحمد لله اليوم توفقت وهضرت معك. المهم اين مرض مرضتي؟ باش مرضتي؟ بالوسواس والخوف، الوسواس القهري. وصحيحتك لاباس بخير؟ ما عندك شي مرض صحه؟ ما كاينش؟ لا 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 الحمد لله اللهم لك الحمد، حمد ربي وشكرته زعما توفى بيان الحمد لله. مي فريمون كي ملي كتجيني الحاله كنولي وحده اخرى. الو دابا نسي لي هاد السميه ديال الوسواس القهري، نسيها الله يرحم باك. دابا عندك لي زيتا دونغواس اي دونكسيتي اكزاكتومون، وعندك دي زيتا دو بيرسيكسيون توندونس بارانوياك. ما فهمتش. هاني جيك هاني جيك، غتحطي في الحد الادنى في لاب في التحت لي ستركتور دونغواس اي دونكسيتي، وفي الحد الاعلى لي ستركتور بارانوياك ولي توندونس ديالهم. شتي في ستركتور دونغواس اي دونكسيتي تحت منهم لي زيتا ايموسيونيل، الحالات العاطفيه هما اللي تحت، هما سطح البحر ديال لي زيتا دونغواس اي دونكسيتي. Donc il est naturel et normal. Plus on est sensible, plus on angoisse vite.
C'est un marqueur ouais. de l'hypersensibilité de le sujet et de l'hyperémotivité de le sujet. Doublé, je parle ici des travaux de Stanford, doublé de les personnes qui ont une hypersensibilité, ils sont hyper intelligents. دابا راك عندك معلومات انت اللي عارفه راسك انا ما عارفكش اذا ملي كتلقى عندك واحد الذكاء قوي سورتو لانتيليجونس انتويتيف ذكاء قوي وعندك عاطفه رقيقه هشه بزاف شتي هاد الجوج بوحدهم غيتجمعوا باقي ما كاين لا تروماتيزم لا والو هادو جوج غيتجمعوا غيعطيو ايتا دونكسيتي شنو لقات جامعه ستانفورد لقات بان الانسانيه رفعات التحديات بفضل هاد لي زونغواسي هادو لان هما اللي كيختارعوا الحلول هما اللي سون بريفونتيف هما اللي كيردوا البال هما اللي كيخافوا قاتهم هما الانسانيه درست هاد الجامعه لقات في تاريخ الانسانيه فوقاش ما حصلت الانسانيه في شي حقبه كتلقى هاد لي زيبر سونسيبل هاد لي زونغواسي اللي كتلقى تيخسر يدو بزاف خايف من الميكروب هو اللي كيلقى دواء الميكروب لا دكتور واحد الحاجه انا ما عنديش من هاد الناحيه ديال الافعال عندي في الفكر وتبع معايا نيجيك دابا انا حطيت لك لا باز الاولى ستركتور دونغواس دونكسيتي هادي في الهيجان ديالها كيخصها دي تريتمون وي تبعت هذا خلينا نكمل لك ها بلاتي باقي ما كملتش دابا عندها شجره راه عندها جذور وعندها عندها الفرع الفرع وي دابا ندوي على الجذور انا غنطلع دابا للفرع الفرع عرق غادي طالع بحال هكا واحد الوقيته غادي يتحل على جوج شتي هذاك العرق هو لا ستركتور بارانوياك العنعنه بانا علاش المغاربه تيقول لك اعوذ بالله من قولت انا لان يعرفون جد المعرفه العارفين في هذا الباب بان عنعنه انا هي شيطانيه علاش لان ملي كتقولوا كلمه وسواس ملي كتقولوا كلمه وسواس في اصلها العربي راه اش هي اداه السؤال الوسواس في اصلها العربي هي ايش تقول هذه كان لهجه اليمن تقولوا ايش ولا بقى عندهم دابا في اليمن وفي دول الخليج ايش فالوسواس هو واش ماذا واش لما نظر ابليس لسيدنا ادم باقي ما حطش فيها الروح وعلم بان الله صنع بيده الكريمه اربعه اشياء اللوح والقلم والعرش وادم فقال واش صنعني بكون فيكون أم لا ولم يبدها إلا في نفسه ففضل وجعل دانية خلقة كن وجعل سامية خلقة الصنعة اليدوية الربانية فقال له الملك العلام من تكون حتى تختار في كلتا الخلقتين فكلها مني هو أصل الكبر أصل الكبر أنه أعطى قيمة الخلقة اليدوية وجعلها دانية أمام خلقة تكون فيها كشكون ده فكأن واحد الشاب جاء عند باه وقال لي هبا الله يخليك سؤال قال لي نعم ولدي قال لي النهار اللي نعستي مع أمي باش تحمل بيا واش تمتعتي بحال اللي نعستي مع أمي نهار اللي تحملت بخويا مع هذا لكان فاسق ولا سفيه غيجاوب هذا الأب أما لا كان من أهل الوقار غيقول ليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولي اش دخلك في هذه البلاصة دخل معايا ولدي حتى لفراشي وتسولني اش دخلك فأنا لاحظت وربطت هنا باش نبين السفاهة فهذا هو بذرة لاباغانويا هنا هذه هي العلعنة بأنا فهنا خاص الإنسان يجي ويدير لها العويد اللي كيديروا الفلاح المغاربة النخل اللي ما كتعطيش التمر اللي كنقولوا حنا المغاربة كطيح كيخصها عويد فاش هذيك العلعنة بأنا هذيك راها كتعيط
بغات العنعنة بالعنعنة ماشي العنعنة بأنا، بغات العنعنة بالعين يعني بغات تطلع للعين، بغات تشرب من العين بحال الصومون من البحر وتيتم جاي تيطلع حتى اللواد اللي تزاد فيه وتسير. فهموا كيفاش دار؟ إذا هنا كنستعملوها احنا طاقة، أهل الفكر كنستعملوها طاقة، وكنقولوا للإنسان سيروا سولوا الفرنسيين شنو هي أكبر وأرفع هواية عندهم، حاول تخمن معايا لسناء شنو هي أروع وأكبر هواية عند الفرنسيين. هي الطعام، هي هي النبيذ، هي الموسيقى، هي الرياضة، هي كتابة الكتب، ماشي قراءة الكتب، كتابة الكتب. كل فرنسي تسولو يطمح أن يكتب كتاب، فكتلقى المغني يكتب في الأغنية، الطباخ يكتب في الطبخ، الحرفي يكتب في الحرف، وكل شيء يكتب، ومجتمع لا يحتقر، فأصبح غني بالفكر. ونحن نصيحتنا عن اللغو معرضون ونلغو طوال حياتنا، ما كنسكتوش من اللغو. إذن دابا هنا لالة جميلة، واش هذاك وسواس ولا النبتة الفكرية بغات العنعنة بالعين ماشي العنعنة بأ؟ إذا خصك تلقح، إذا خصك تمشي للعلم، وبداو بعلم الكفاءة، ما تمشوش لعلم الحقيقة، ما تقدوش عليها الحباب. كي يراسلوني طلبة باقي شباب تقول لي يا عمي عفاك حبيبي عمي بغيت ندرس علم الحقيقة، عفاك وليداتي الله يرضي عليكم، هاد الشيء ماشي 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 لعبة، هاد الشيء صدف. ضبطوا علم الكفاءة في الرياضيات، في الفيزياء، في اللغات، في الميكانيك، في الطبخ، في كل حاجة، وعيشوا حياتكم طبيعي، صليوا صلاتكم وناكلوا طعيمة ونزوروا والدينا، واللي قدر يتزوج يتزوج، واللي ما قدرش يصبر وكذا، وبقوا عايشين حتى تتلاقيك الصدف. خلي الأمور تصادف. الله يرضي عليكم، ما تكونوش من 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 هذوك الناس اللي يحرقوا على نفوسهم الظل. يا ربي يعطيك الظل عندك تمشي الصنايع تحرقك. فاحنا ما كنقلبوش على علم الحقيقة. شنو هو هذا علم الحقيقة أصلا؟ وعلاش أنا كنتكلم عليه؟ لأن في المدارس اللي كتحلل السلوك الإنساني كلها تتلتحم بالفلسفة الإغريقية اليونانية، بينال، سيكاناليز، سيانس دو كومبورتمان، ليبنوز، ما كاينش شي إيكول تعنى بالسيانس زومان إلا والتحمات بالفلسفة. صافي، أنا نعم علي الله سبحانه وتعالى أنا درست واحد العديد كبير من المدارس الفكرية اللي تعنى بالسيانس زومان، فلقيتها ملتحمة بالفلسفة، فدرست الفلسفة بمدارسها كلها، وجعلت من فوقها القرآن والسنة النبوية. فبالنسبة للمدارس الفكرية العالمية، مدرسة الحقيقة ديالها هي الفلسفة، وأنا أغار وأحب وأحترم العنعنة على المدارس الأخرى، ولكني ربي جعلني في رداء وفي وقت وفي حلة إسلامية. أش ندير؟ نحيد أنا روحي؟ نتمسخ؟ فهنا طلعت بكل تواضع إلى العنعنة فوق المدرسة الفلسفية، فوجدت المدرسة القرآنية والسنة المحمدية التي ابتعدها عنها أهل العلم، هما واحد العدد منهم كبير، ولو باقين في مقام التدين وفي تصحيح العقيدة وفي تصحيح السلوك وفي تدقيق النصوص اللي لا بد منه خصو يكون. كان بخش العمل عمل ثقيل، وكان حيي حبابي علماء الحديث المدارس المغربية من العيار ثقيل، هم الوحيدين في العالم اللي حاملين القرآن والحديث، قليل 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 في العلماء الإسلام اللي حاملين الكتاب الله نعم وما حاملينش الحديث بحال العلماء المغاربة. ولكن الصفة اللي وضعتها المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي جعلتها تأثر الفكر الديني وما عرفاتش تأثر الفكر الإسلامي، فتيوقع عليها لبس ما كتعرفش تأثره كتخلع. فجهات في المشرق تحرمه بتاتا، عند المشارقة لا يوجد فكر إسلامي، هناك الحكم الإسلامي، وعند المغاربة كان في واحد الحقاب باقي الآن عند بعض المناطق وعند بعض العلماء في صدورهم،
ولكنه لا ما المجتمع لا يعرف تأطيره. فاحنا في صراع العنعنة في المدارس، كان عنعنو بالمدرسة الفلسفية وكان عنعنو بالمدرسة السلوكية، ولكن من اللي كان قربوا العنعنة دي المدرسة الحقيقة وكل واحد وكي يطلع الكعبة دياله، وانا كان مشي المكة. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. لكم تحية مجدولين علامة الإدريسي لرفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنى لكم دائما مساء سعيد برفقتنا على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.